انت ازاي يا تستجري تعمل كده؟ ها؟ ما جاش في بالك عبد ربه ممكن يعمل فيك ايه؟ ربيتك في بيتي وانت عيل صغير، ولما كبرت بتعض الايد اللي اتمدت لك. انا عمري ما عملت كده. ما تخليش حد يوزك وما تخليش شيطانك يودي دماغك في حته بعيده. كذاب كذب ملاريك. نزل ايدك يا حاج، نزل ايدك. اللي انت بتعمله ده غلط. انا قادر دلوقتي ارد عليك، ولو عملت فيك حاجه وانت عارف ان انا قادر مش هاخد فيك ساعه. انت بتتهجم عليا ببيتي، بس انا لحد دلوقتي ما احترمش شرطك. انت بتهددني يا حاج؟ ها؟ بتهدد عبد ربه؟ نزل ايدك. انا لسه بصحتي، لسه عظمة ناشفه، لسه ما نخيتش، انا مش ضعيف، فاهم ولا لا؟ نزل ايدك بقول لك. ايه؟ لو انت عبد ربه في العرب السولكي، انا مش العيال الصغير اللي كان شغال عندك، ولو انت عندك مغلق خشب فانا عندي زيه، ولو انت كبير المغربلين فهو حاصل، لكن لو قدمت لغيرك ما كانتش جات لك، وبكره عرب السولكي هو اللي هيبقى الكبير وهيركب الكل. كده انت بنت على حقيقتك. انا شايف دلوقتي جلال السويركي قدامي. انت خنتني في اهل بيتي، وانت عارف كويس ان عبد ربه محدش بياخد منه حاجه بالسهل. شكل الموت بيحوم حواليك.